السلام عليكم اختي تيسير، كدايره بخير؟ لاباس الحمد لله خويا. ممكن تحكي لنا الاتهامات هذه اللي اتهمتكم السيدة؟ مرحبا. تبداي معنا من البداية باش نخليو المشاهدين الكرام يعرفوا شنو هو المشكل ديالك. انا هي سلسلة متهمة في قتل المرحومة هبة الله يرحمها، اللي كنت متهمة وليت دابا متهمة في الزوير، وليت متهمة في قضية ديال تدخلت معايا التفاصيل الشخصيه ديالي اللي ما كايناش، شي حاجه كتجبدها وكتعاود تقولها اللي شي حاجه اللي باي طريقه السيده هذه باغا تصيفطني للحبس، باي طريقه باغا تصيفطني للحبس. خديجه علاش مالكي؟ شنو دايره لك؟ ما وصلكش وسمي ماشي من سهمك اصلا، وتعرفت عليك لواحد المده قصيره، لقيتك شي حاجه لا علاقه، وما كي غنقولها لك شنو باغا عندي؟ ياك عيتي ما تهضري على هيبه الله يرحمها. انا قتلت هيبه، انا درت ليها، انا فعلت ليها، عطيتها ليكسطاش وليتي كتقولي كاينه ديال الطوبه، ومع راسك كل نهار كل ساعه كتنتقديها مع عقلك. هاد السيده اللي اتهمتك ما تحققش معاكم شي جهات امنيه ولا شي حاجه؟ السلطات الله يسهل عليهم دايرين خدمتهم، عيطوا لينا، جاتني السيده مشيت لابيجي سامعوا ليا، وكنت دايره غير قد هكا كره داوني ديك الساعه. رغم ذلك وباقا هي كتهمكم. دابا ولات كطلع بحوايج اخرين، شي حاجه اللي ما خصهاش تجبدها، اللي انا نتابعها عليها، وماشي غير نتابعها، راه غنديها معها شي حاجه اللي ما عرفت شنو هو الا بقينا على هذا الحال هذا. ولات تطلع لدرجه تهضر لي على امي، امي شريفه عليك، باي حاجه بغات تقولها باي طريقه امي شريفه عليك، يسولوا عليها. طلعت في واحد اللايف كتقول بانني انا ماما الله يرحمها كانت مع واحد السيد، ملي ماتت وليت انا معاه، كنضربو كنعنفو، سرقه مولا الدار، حارقه السيد في رجليه، تتوهمي من عقلك وكتجبدي. شنو باغا عندي؟ علاش تقلبي من الاخر؟ بغيت نفهم شنو؟ ما فهمتش هادشي هذا اللي باغا توصلي ليه، باقا انا لحد الان ما فهمتوش. كتقولي اليوم نتحداها خدامه في قهوه، اي قهوه بغيتو نديكم دابا في اي دابا، ولا نصوني على اخر قهوه كنت خدامه عندها وتسمعوا كلشي بودنيكم. لا احقا كتقول لكم خدامه، وانت خليتي لي الوجه باش نخدم بعدا اصلا. تتقولي لهم طلعت خدامه، فاش خدامه تتبيع القرقوبي، تنبيع القرقوبي باينه عليا حاله البيعان، وانا عندي كاميرات في الدار اللي ساكنه فيها، وما تنخرجش من الدار حيت نتيا موسخه شوهتيني انا، وشوهتيني بزاف. والسوسن كتستعمل اقراص المرويثه؟ انا كنت كنت من 2014 وانا كنستعملهم، على حسب اللي توفات لي الوالده ديالي الله يرحمها. الاقوال ديالها قال لك انت كتيري وكتبيعي؟ لا كنت تنتيري. انا دابا قطعته مده ديال 3 شهور باش قطعتو، عندي لوردونسات دياولي وعندي لوردونسات جايين مخارجين من عند الوكيل، كان وقع ليا واحد المشكل وتشديت وعندي اوردونسات مطبوعين من عند الوكيل. كنت انا خد الدوايا اللي كنشرب من 2014 وانا اصلا تنشرب الدواء ملي مات ليا ماما. سمعنا القضيه ديال السحور، ما السحور؟ هاد السحور هذا ديال القضيه، السيده هذه باغا تدخل اي حاجه، باغا تدخل عباد الله، وباغا تدخل حتى هي العقله. حتى القضيه ديال السحور هذه شنو كنمشيو تنسحبو؟ شن سحبوا؟ علاش نسحبوا لك؟ عندك البطيمات، عندك الفيلات، اش عندك؟ شوفي غير راسك، شوفي حالتك كي وليتي بعدا، عاد شوفينا حنايا وتتجبدي الناس والمحامي الاستاذ. الاستاذ راه غيتابع قانونيا هذاك بوحدو اللي غتجبديه، هذاك استاذ خدام على راسو عادي، علاش مالكي غتجبديه؟ وغتجبدي الناس وتجبدي عباد الله والناس مجوجين، علاش؟ شنو باغا؟ علاش باغا توصلي من الاخر؟ هادشي اللي بغيت نفهمو صافي. بحال شي تجبد الاستاذ اللي قربنا من التفاصيل اكثر. واحد الاستاذ، واحد المحامي كنعرفو، كان شد ليا واحد القضيه ديالي، كان وقع ليا واحد المشكل، ولكن هي ملي طلعت تطلع في اللايفات تقول لهم انا غنتابع هاد الاستاذ هذا، غير باقا ما لقات سميتو، وما كرهت هو سماتو. كتقول لهم انا غنتابع الاستاذ هذا تا هو، وغنتابع، وتتهضري على باش ولدي كيتسناك غتمشي للحبس باش ياخذ الولد. انا ولدي راه معيشه احسن عيشه، شوفي راسك كي عايشه وكي معيشه ولدك انت. انا ما كنتشفاوش حيت كنا عندنا ولادنا، وانا الحبسه ما تبغيش لعدوك، وخا طريت تعيا ما غنمشيش له بجهد الله. باش نزيدك في الموضوع ديال عقلك هذا خديجه. سمعنا القضية ديال الغلوضية، من الغلوضية؟ الغلوضية عاوتاني قضيتها بوحدها هذيك، حيت هي كتجيب لي السيرو وكتعمر لي الثلاجة، داكشي علاش بقى فيها الحال. ياك خديجة شوفي وجهك وشوفيني، أنا شوفي شكون اللي مسخ، مش أنا ولا أنتيا.
مسجل في الكوثر. زيدي احكي لنا التفاصيل اكثر على الفيديو اللي راجع مؤخرا. هنا هو ديال نيت اللي قالت لك بين الحوايج. الفيديو اللي لحقت البارح عاوتاني كتقول لك انا السحابه، انا كوثر تنسحبو حيت عند الباطيمات وفهمتي، طلعت الديور على دار داك الشيء علاش صافي. وكتهضر بشي هضره اللي ما كايناش، شي مصطلحات اللي ما شي حاجه لا علاقه اللي ما كايناش. لا تجبديها مواضيع تافهه وانت جايه تهضري على بنتك عباد الله، باغا حق بنتك. هي الله ينصر سيدنا وسي حموشي والسلطات راه دايرين خدمتهم. باش نزيدها لك في بالك، انت علاش باغا توصلي؟ علاش تقلبي؟ شنو هو شنو هي الفائده ديالك من تصيفطينا للحبس وغادو كتشوهي لي في السمعه ديالي؟ علاش علاش شنو بغيتي مني؟ واش هي سبتك في حاله نفسيه خايبه وغير بزاف كاع بزاف؟ وانا العالم تعرفني حتى واحد ما تيجبد لي امي الله يرحمها، وتمشي تسول على راسها وتسول على دارهم وتسول على دارنا وتسول على ماماش كتسوى الله يرحمها. ما كيعيطوش عليك اساسا العائله ديالك كيسولوك على هادشي هذا اللي رايج؟ انا يا عندي مشكل مع عائله الوالد، ودابا سببت لي في مشكل كبار منه. انا عندي عائلتي محافظه، ما كان بعيدين عليا التركه ديال با ديال الوالد ديالي، ولكن هي شوهات لي السمعه ديالي معاهم بزاف، وماشي غير معاهم، مع بزاف الناس. انا سوسه ما مرضتش شوي نفسيا وهو بالسيف اخويا من مرض اللي كتطلع وكتهضر بديك الهضره. امي ميت، علاش تجبدي لي امي؟ مش شريفه عليك باش ما بغيتي، باش ما بغيتي وسولي عليها اللي بغيتي، سولي على مونياش كتسوى الله يرحمها. وتتقولي عاوتاني مشينا للمقابر حفرنا، علاش حتى انا اختي للمقابر ونحفروا؟ انت انا غنقولها، ما كنتش باغا نقول هذه الكلمه هذه. انت واقيله الا ما خفت نكذب تطبقي الحماق، حتى يقول لك اللي لقى راحتو في الحماق وما حماقش نكملي من عقلك. خديجه هي قالت لكم مشيتوا للمقابر وحفرتوا البنت؟ قالت لك مشينا وحفرنا، ومشات هي ولقات التراب مهزوز عندها مع الافلام بزاف، ما كذبش عليك. كيفاش القضيه ما كتدخلش للعقل؟ ايوا خصها هذه باغا تدخلها هي، ما مدخلهاش حتى لعقلها وباغا تدخلها لعباد الله صحة. السيده هذه مرضت بينا بزاف، وبالخصوص انايا، حيت انا اللي بصح، انا اللي دايره هادشي كامل. اللي النهار الاول هضرت معاك تتقولي كنشوهو لك السمعه ديالك، وانت اللي شوهتي لينا السمعه ديالنا. يخرجوا يسولوا علينا على ماضينا، ويسولوا عليك على الماضي وعلى الحاضر ديالك. حتى دابا يسولوا عليك اش ديري، واش كنتي كديري قبل؟ سوسه القضيه ديال السكنه، ما السكنه كيفاش؟ السكنه اللي ساكنه فيها انا. قالت لك ما لقات ما دابا اي دابا اللي طاح لها في عقلها خصها تجبدو. قال لك سيدي انا يا سارقه مولا الدار، تنسرق مولا الدار. يلا مولا الدار ما تمشي، الله يرحمها مسكينه بعدا راه ماتش. تنسرق علاش ما تمشيش ديك لابيبيا؟ شكون انا؟ وعلاش تجبدي هادشي وانت طالعه كتهضري على بنتك؟ باغا تاخدي تبيني الحقيقه ديال بنتك اللي ما باغاش انت تقبليها، اللي كتقولي لينا حنا بينوا لي الطوبسين. مالي ولدتها اللي غيكون عندي انا داك الطوبسه راه عندك انت، هي وبينتي ما هو مره ما هو جوج ما هو ثلاثه في اللايفات. شنو باغا ديري اخر؟ ما بقاتش بنتك ميته بلاكس طاوله دابا بكينه ديال الطوبه، شويه غتولي بصفاق الزيت وانت غاده. القضيه ديال كون في مخيكم ساكنين حدا دارهم ولا هاد القضيه هادي واحد النقطه بالضبط ديال اللي كتقولي فيها. علاش ما مشيتش انا نسكن حدا دارنا؟ وعلاش كوثر ما تمشيش تسكن حدا دارهم؟ لا ما خصناش نسكن حدا دارنا ولا هي تسكن حدا دارهم، حيت حنا ولاد عائله نقيه. واخا حنايا خرجنا ليها عفا الله، اللهم لك الحمد درنا وليداتنا، ولكن عندنا عائلات محافظين كنبغيو نبعدو منهم، كنبغيو ما نبغيوش لهم الصداع. ولكن واخا بعدنا تعينا طحنا معاك انت موسخه، ما لقيناش لك الجد، والجد لا جهد الله. خديجه هادي اللي غنقول لك. الرساله ديال سوسه الاخيره. الرسالة الأخيرة اللي كنطالب وكنعاود وكنعاود، تنطالب بالسي الحموشي يوقف هاد القضية، وسيدنا والسلطات راه خدامين يديروا لينا شي حل، وبالخصوص أنا يديروا لي شي حل مع هاد السيدة هادي، حيت راه دمرتني بزاف. البنت قلنا ماشي مشكل، حيت تيقول لك واحد المثل ما ديرش ما تخافش، ولكن ملي وصلتي لي السمعة ديالي وشي حوايج اللي كاينين وما كاينينش والتهديدات وهاد الحماق ديالك بزاف كاع، راه ولدي كيعيطوا لي تيقولوا لي ردي بالك من ولدك، ردي بالك على ولدك.
بزاف ما هي ماما ما هي جوج ما هي ثلاثه، ولا بقيت انا وياها على هذا الحال هذا كي خلاتها هي قالت لك راه خاوتها غنمشي تمشي معانا للحبس هي وخاوتها راه قبر. يعني انت طلعتي كتهددي، انا نقولها لك من الاخر بالعربيه الفصحى ديالنا، الا بقيتي معايا بحال هكا خديجه ها واحد فينا غيخس والله ياخذ الحق. هذه اللي غنقول لك حيت غتتمني انا على ولدي، وواحد فينا يخصو ما عنديش مشكل حيت زدتي فيه بزاف وكثر من القياس.